بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب المرحلة الثانوية، إن شاء الله النهاردة معانا مجموعة أخرى من الكلمات اللي لابد منها ويكون حافظينها بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أجندة اللي هي مفكرة أو جدول أعمال. أجندة agent يعني وكيل أو نائب. agent جاي من كلمة agency اللي هي الوكالة. aggress يعني يعتدي على. aggression يعني اعتداء. aggression. aggressive يعني عدواني أو عدائي. aggressive عدواني أو عدائي. agitate يعني يحرك أو يناقش. agitate. ago يعني منذ، طبعا كلمة من كلمات الماضي البسيط ago. agony اللي هي سقرة الموت أو قرب أو ألم. agony طبعا هنا شدة الألم يعني agony. agree يعني يوافق أو يرضي. agree. agreeable مقبول أو صار أو مرضي. agreeable. agreement اللي هو قبول أو اتفاق. agreement. agricultural يعني زراعي. agricultural يعني زراعي. agriculture اللي هي زراعة. agriculture. agronomy اللي هي علم الزراعة. agronomy اللي هو علم الزراعة. agronomy. alcohol اللي هو كحول أو خمر. alcohol. alert اللي هو إنذار أو نشيط. alert أو حالة خطر. alert. algebra اللي هو علم الجبر. algebra. align يعني غريب أو أجنبي. align بتساوي strange أو foreigner. alight يعني مشتعل أو نزل. alight. alike يعني شبيه أو متشابه. alike. alimony يعني نفقة الزوجة المطلقة. نفقة يعني alimony. alive يعني حي أو على قيد الحياة. alive. الكالي يعني فلز قلوي. الكالي يعني فلز قلوي. all يعني كل أو جميع. all. allegation يعني ادعاء أو حجة. allegation يعني ادعاء أو حجة. allegation. allege يعني يزعم بتساوي كليم أو تأكيد. يبقى allege بتساوي قلنا كليم. كليم يزعم بتساوي allege. allegoric يعني استعاري أو مجازي. allegoric يعني استعاري أو مجازي. allegoric. allegory اللي استعارة أو كناية أو مجاز. allegory اللي استعارة أو كناية. allocate يعني يوزع أو يقسم أو يعيش. allocate يعني يوزع أو يقسم. airiness بشاشة أو رقة أو مرح. airiness جاي من كلمة air يعني هواء. airiness يعني بشاشة أو رقة أو مرح. airing تهوية أو فصحى. airing. airline يعني خط جوي. airline. air mail يعني بريد جوي. air mail اللي هو بريد جوي. airplane يعني طائرة. airplane اللي هي طائرة. air pocket يعني فجوة هوائية. air pocket. airport يعني ميناء جوي. airport لكن بورت الوحيدة طبعا اللي هو ميناء. ده airport معناه مطار بالأدق يعني. port اللي هو ميناء ولكن airport اللي هو مطار. airship يعني منطاد ذو محرك. airship يعني منطاد ذو محرك زي الباراشوت كده بنسميه airship. airtight يعني محكم السد. airtight محكم السد. alarm انذار او ينذر او يزعج. alarm alarm bell جرس الإنذار. alarm bell جرس الإنذار. alarm clock اللي هو المنبه. alarm clock. alas يعني للأسف أو حسرة.
لما يكون في مشكلة كده بقول alas يعني معناه للأسف يعني sorry for or oh dear بتساوي في meaning oh dear. album album اللي هو الألبوم album. already already يعني من قبل أو سابقا already. also يعني أيضا also يعني أيضا أو كذلك. alter alter يعني عندنا محرك محراب أو المسبح أو مسبح الكنيسة أو الهيكل. alter في عندنا زي alter alter والter طبعا هنا يغير أو يفسد أو يتغير alter. يبقى alter alter. alternate alternate متعاقب أو متناوب. alternate alternate يعني متعاقب أو متناوب alternate. alternative alternative يعني بديل أو اختيار أو متناوب alternative اللي هو البديل alternative sources يعني مصادر بديلة alternatively alternatively بالتعاقب أو بالتناوب alternatively alternatively although although مع ذلك أو مع أن although altitude altitude ارتفاع أو علو altitude altitude ارتفاع أو علو أو ذروة الشيء altitude. يبقى altitude معناه ارتفاع أو علو أو ذروة الشيء. altogether altogether يعني جمعا جملة أو معا أو كلهم يعني معا ممكن أقول altogether معا بتساوي كلمة together أو altogether يعني معا. aluminium aluminium اللي هو مادة الألومنيوم aluminium. always always يعني دائما. Amazon يعني امرأة مترجلة أو محاربة. Amazon Amazon أو نهر الأمازون برضو اسمه Amazon. يبقى Amazon اللي امرأة مترجلة أو محاربة Amazon. Ambassador Ambassador اللي هو سفير أو رسول Ambassador اللي هو سفير أو رسول Ambassador. Ambiguity Ambiguity يعني لبس أو غموض ambiguity. يبقى ambiguity اللي هو لبس أو غموض يعني شيء مرتبك يعني ربك على الشخص يعني في غموض ambiguity. يبقى عندنا الكلمات الأخيرة ambassador اللي هو كلمة سفير أو رسول ambassador طبعا سفير ambassador ولكن كلمة رسول الأدق لها messenger messenger اللي هو الرسول messenger اللي هو الرسول messenger messenger اللي هي رسول ولكن ambassador اللي هي سفير. يبقى ambassador سفير messenger اللي هو رسول ambiguity اللي هو لبس أو غموض ambiguity اللي هو لبس أو غموض. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم كلها طبعا كلمات لا بد منها بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية. ياريت كل الطلاب يراجعوا الكلمات دي معنا طبعا الكلمات أساس فهم اللغة الإنجليزية في مرحلة الثانوي. وطبعا إلى لقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.